يشعر عياش بالإطمئنان بعد أن طرد الحوثيون من مديرية الحزم، خصوصا وقد عاود السوق نشاطه واستقر دخل محله كما كان قبل الحرب. واستطاع عياش الآن أيضا إعادة اسم بقالته دون خوف بعد أن غيره الحوثيون رغما عنه ولأسباب سياسية. كنا نفتح قليل أيام الحوثيين، كانوا كنا نفتح قليل وكانوا يضايقونا مشان لوحة إقليم سبا، لأن البقالة اسمها إقليم سبا، وبعدين مسحوها، والحين الحمد لله رجعنا وكل شيء تمام على ما يرام. رجعناها خلاص، رجعناها من أول. ما كان شي سوق ولا كان حد ناس، كان السوق مغلق والدكاكين مغلقة، ما كان إلا دكان واحد مفتوح. إحنا الحمد لله الناس جو ورجعوا على بيوتهم والسوق اشتغل، وإحنا الحمد لله في خير والله ما له الحمد. شهدت المحافظة موجة نزوح عارمة بعد سقوطها بأيدي الحوثيين، البعض هربا من بطش الميليشيا والبعض الآخر نزح لأن المنطقة أصبحت مستهدفة من قبل المقاومة وقوات التحالف، وهذا ما أدى إلى إغلاق السوق وتحول المديرية إلى مدينة مهجورة كما يقول بائع البطاط هذا الذي رفض النزوح مع عائلته. أسرتي في تعزي، كانوا هنا نزحوا أيام الحوثيين، هم كانوا هنا الحوثيين نزحنا. أيوة الآن رجعهم إن شاء الله ويرجعوا كلهم. مهما طالت الحرب ومهما دمرت، ستنبت الحياة من وسط الركام مجددا، وسيشيد الناس منازلهم من جديد. هذا ما تقوله محافظة الجوف. تعود الحياة ما إن تغادر الميليشيا بشعارات الموت، فالموت والحياة نقيضان لا يجتمعان، وهذا السوق شاهد على ذلك. يحيى السواري، قناة بلقيس، من مركز مديرية الحزم بمحافظة الجوف.